طبعا الجهاز ده وزي ما شفتم في الفيديو متعلق بالتمرين الضغط، تحطها على الارض تلعب تمرينتين متعلقة بالضغط فقط وكتف خلفي، وهكذا هو الفيديو. الأجهزة الخاصة بالجسم تمرين الضغط وكتف خلفي، وفي جهاز اللي هو ده متعلق بالتمرين البطن، اما تمرين اللي هي البطن اللي هي الامامي وبس. وطبعا فيديو الحزام لحرق الدهون في الخواصر والبطن تحرق الدهون، والجهاز اللي هو بيلعب بيه العضلات التراي والعضلات اللي هي الباي، وعنده الحبل. وهكذا هو الفيديو، يعني ده تلعب بيه الحبل يدبط الجسم وفوائد عديدة. وهكذا هو الأجهزة الرياضية. وفي نهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو اشتركوا كتير واعملوا لايكات كتير مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس، وشكرا لكم.